حياكم الله. لم تعد زيارة علي مملوك إلى السعودية سراً بعد أن كشفت وتحدثت عنها مصادر سعودية. أصبحت الحاجة لكشف ملابساتها ضرورة ملحة بعد أن روج نظام الأسد عبر صحف تابعة له تسريبات، سيناريوهات واختلق روايات عن الموضوع، ليأتي من يعري كل ذلك بالقول نعم استقبلنا علي مملوك. لكن لنضع روسيا أمام الأمر الواقع، لنري العالم بأننا مع الحل أيا كان، وعرضنا كان بأن تخلى سوريا من قوات إيران وميليشيا نصر الله، ليكون الصراع أو الحل سوريا سوريا. لكن الرجل لم يجب ببساطة لأنه لا يملك ولا سيده قرارهما. فكيف سيتعاملون مع قرار كطرد ميليشيا حزب الله؟ الزيارة بذاتها لا تحمل الكثير، لكنها نالت حظا كبيرا من التداول، لأنها سبقت اجتماعا ثلاثيا للسعودية وأمريكا وروسيا، وزيارة هي الأولى لوليد المعلم إلى مسقط، وبعدها تفتق العقل الإيراني عن هذيان جديد سموه مبادرة معدلة، تبعها تقارب أمريكي روسي. قال بعده أوباما إن الرياح لم تعد تأتي كما تشتهي سفن الأسد. فما هو التالي؟ وأين الحلول؟ في جعبة من؟ هل سيرضي من يقاتل على الأرض هناك بصيغة لا تقنعه؟ أم ثمة من سيتولى إقناع الجميع فيما لو وصل أحد هؤلاء الجميع إلى حل؟ في ملفنا الثاني، بعد عامين أو يزيد على استخدام الكيماوي في سوريا، يصل أخيراً مجلس الأمن لقرار يطالب بتحديد المسؤول عن استخدامه، وكأنهم لا يعلمون. بل يعلمون، لكنهم يريدون للسوريين أن يروا أن ثمة توافقاً أمريكياً روسياً أنتج قراراً. وأي قرار هذا المتخم بالعقد والتفاصيل والآليات، فضلاً عن أنه يضع الثوار أيضاً في دائرة الاتهام. كل ذلك بعد لحظات في تفاصيل. أهلا بكم. كشفت مصادر سعودية رفيعة المستوى لصحيفة الحياة اللندنية أن مسؤولين سعوديين استضافوا رئيس مكتب الأمن القومي السوري اللواء علي مملوك في جدة في السابع من الشهر تموز الماضي. عارض السعوديون على وفد النظام وقف دعم المعارضة مقابل انسحاب إيران والميليشيات الشيعية من سوريا ليصبح الحل سوريا سوريا. تقول المصادر إن مملوك طلب وقتا للتفكير والرد على العرض السعودي. من جهته قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما إن روسيا وإيران باتتا تدركان بأن الرياح لم تعد تميل لمصلحة الأسد. نذهب للتفاصيل. فيما يحشد جيش الفتح في سهل الغاب قواته على تخوم المناطق الموالية للنظام، فضلا عن الإنجازات النوعية الأخرى للثوار في جنوب البلاد وشمالها، يحشد المجتمع الدولي ساسته عبر لقاءات ومشاورات واجتماعات وزيارات مكوكية بحثا عن حل سياسي، حل كثر الحديث عنه في الأسابيع الأخيرة، حتى دفع الرئيس الأمريكي باراك أوباما للخروج أخيرا والإعلام بأنه يرى بارقة أمل لذلك الحل، لأن روسيا وإيران باتتا تعتقدان بأن الرياح لا تميل لمصلحة الأسد. فمن أين استشف الرئيس أوباما إحساسه؟ هل هو من قرار مجلس الأمن الذي شهد توافقا أمريكيا روسيا لتحديد هوية من يستخدم السلاح الكيماوي في سوريا؟ أم من اللقاء الثلاثي الذي جمع واشنطن بالرياض وموسكو في العاصمة القطرية الدوحة؟ الاجتماع تبعه مبادرة إيرانية مفاجئة تقول إنها معدلة على مبادرتها القديمة، وانتهى الاجتماع كذلك بإعلان روسيا أن وزير الخارجية السعودي عادل الجوبير سيزور روسيا، والهدف التحضير للزيارة الأكبر التي سيقوم بها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز أواخر العام الجاري. الحراك السعودي الروسي تركز في الأيام الأخيرة حول ما قيل إنه زيارة رتبت لها روسيا،
قام بها رئيس مكتب الأمن القومي للنظام علي مملوك إلى السعودية. الصحف اللبنانية التابعة لحزب الله نشرت الكثير من التسريبات حول تلك الزيارة، وروجت لقبول سعودي ببقاء الأسد والتحالف معه ضد الإرهاب. لكن جريدة الحياة اللندنية نشرت أخيرا حقيقة ما جرى في تلك الزيارة نقلا عن مصادر سعودية لم تسمها. تقول الصحيفة إن مسؤولين سعوديين استضافوا علي مملوك في جدة في 7 من شهر تموز يوليو الماضي فيما سمي باللقاء المعجزة. السعودية أبلغت علي مملوك عن استعدادها لوقف دعم المعارضة السورية شرط انسحاب إيران والميليشيات الشيعية التابعة لها من سوريا ليبقى الحل سوريا سوريا، ما يمهد إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية بإشراف الأمم المتحدة. وسخرت المصادر من الأنباء التي تحدثت عن تحالف رباعي يضم السعودية ونظام الأسد وتركيا والأردن لمحاربة الإرهاب، وقالت لم يطرح أي من ذلك. وقالت المصادر إن الأسد يشعر بالقلق لعلمه بتفاصيل المفاوضات مع حليفتيه روسيا وإيران، بل ويشعر بالرعب لأن المفاوضات وصلت إلى حد التساؤل عمن سيقبل استضافته، وشددت على أن القصة ليست مع الإيرانيين وحدهم، بل إن الروس أيضا باتوا يناقشون مرحلة ما بعد الأسد. وفي سياق الزيارات والاجتماعات تدور تساؤلات حول أسباب زيارة وزير خارجية النظام وليد المعلم إلى إيران ومن ثم سلطنة عمان. هل تأتي في سياق فهم المبادرة الإيرانية المعدلة التي يبدو أنها تزعج النظام ولا ترضيه؟ ولما كانت لإيران وليست لروسيا التي حضرت اجتماعات الدوحة والتي ستستقبل على أراضيها قريبا القيادة السعودية؟ أناقش الملف مع الدكتور خالد بطرفي الكاتب محلل السياسي ضيفي من جدة، أهلا بك دكتور خالد. وأيضا رائد جبر الكاتب محلل السياسي ضيفي من موسكو، أهلا بك أستاذ رائد. عبر الهاتف دكتور بشير عبد الفتاح الكاتب والباحث السياسي من القاهرة، أهلا بك دكتور بشير ورحب بكم جميعا أيها الأفاضل. أبدأ معك دكتور خالد بطرفي، إذا كان للقاء شهر إذا لم يكن هناك أي أخبار سعودية لو لم تكن هناك تسريبات ناتجة من نظام الأسد عبر الصحف الموالية له، صحيح؟ في الواقع كان هناك تكذيب لصحة هذه الأخبار من قبل السفير السعودي في مصر الأستاذ أحمد قطان في مؤتمر صحفي. نعم. قال أن هذه المعلومات غير صحيحة، وهذا مصدر رسمي يعني يعلن باسمه الصريح الذي قرأناه في الحياة، هي تسريبات نسبت إلى مسؤولين سعوديين لا أعرف مدى صحتها، ولكن في كل الأحوال حتى لو صح هذا اللقاء واضح أنه لم يؤدي النتيجة التي كان يأملها النظام السوري، لأن المطلوب هو خروج يعني الشرط تعجيزي هو خروج القوات الإيرانية وحزب الله والميليشيات الحشد الشعبي وغيرها، وهذا لا يمكن أن يكون لأن القرار لا يتخذ في دمشق كما نعرف، يتخذ في طهران. وفي هذه الحالة فإن الأمر تحصيل حاصل يعني، وإظهار للمجتمع الدولي أن يعني دمشق لا تريد حلا سياسيا وإنما تريد أن يبقى الرئيس مهما الأسد ولو انحرقت البلد. طيب إذا ما المرجو من زيارة مملوك للسعودية؟ إن صحت هذه الزيارة فهي لكشف ضعف يعني الدعاية السورية التي تقول أنهم فعلا يبحثون عن حل سياسي، هذا يظهر أنهم لا يبحثون إلا عن حل يحافظ على الرئيس فحسب ويبقي الأمور على ما هي عليه، يبقى تبعية سوريا الدولة العربية البعثية القومية لإيران الفارسية. نعم. هذا أمر غير مقبول على الإطلاق لدى الدول المحيطة والدول العربية بالذات، فيعني الوجود الإيراني في سوريا في العراق وفي لبنان هو وجود مشبوه ووجود له أهداف عقدية وأهداف تعود إلى أحلام الدولة الساسانية، وهذا ما لن تقبل به دول المنطقة. طيب أستاذ رائد كيف يفكر العقل الروسي الآن في هذه الزيارات؟ ربما هو من يديرها الآن، هو ليس وسيط، هو من يديرها ومن يحرك هذه الزيارات أيضا. نعم مساء الخير. روسيا تعتقد أن هذه، بالمناسبة روسيا لم تعلن حتى الآن أي موقف حول هذا الموضوع ولم تعلق على هذه الزيارة إن حدثت أو لم تحدث، لكن
روسيا تعتبر أن فتح قنوات الاتصال هو إنجاز لدبلوماسيتها. هي حاولت خلال الفترة الماضية أن تفتح قنوات اتصال مع أطراف عدة. طبعا التحسن الذي طرأ على العلاقات الروسية السعودية والذي ظهر خلال زيارة ولي العهد إلى سوتشي في يونيو، يعني كان واضح أن هناك جهد قوي من طرف الروسي، قوبل أيضا بجهد إيجابي من طرف المملكة لتقريب وجهات النظر. روسيا كان علي مملوك بالمناسبة زار روسيا مرتين خلال الشهور الأخيرة، واحدة منها قبل زيارة ولي العهد بفترة قصيرة جدا. لذلك يعني روسيا تفهم أن الأمريكا على النحو التالي، أن هناك جهد يبذل لمحاولة تقريب وجهات النظر أو على الأقل فتح قنوات اتصال، ويمكن أن إذا أنجز منه أو إذا نجم عنه أي إنجاز فسيحسب لصالح الدبلوماسية الروسية، أما إذا لم ينتج عنه أي يعني نتيجة إيجابية فعلى الأقل يمكن تجاهله، ولكن جربنا وحاولنا فتح قنوات الاتصال. بهذا المنطق تتعامل الدبلوماسية الروسية حاليا. نعم، لكن التجاهل لا ينفع الآن الروس، خصوصا بعد تسجيل السعودية نقطة على سواء نظام الأسد أو من يدعمه إن كانت روسيا أو إيران، عند إذا صحت هذه الزيارة بأنه تم وضع شروط سعودية حتى تقوم السعودية بوقف دعمها للمعارضة، عليها أن تخلي سوريا من الإيرانيين ومن عناصر حزب الله. طبيعي، يعني نحن لا نعرف طبعا كل التفاصيل التي تمت خلال هذه الزيارة، حتى المعلومات المنشورة في صحيفة الحياة يعني هي جزء، ربما تسريبات جزء من حقيقة ما تم. لذلك من الطبيعي أن هناك يعني درجة الحوار أو مستوى الحوار وعمقه الجاري الآن بين موسكو والرياض يبدو أنه أبعد من مجرد أنه أن توافق الرياض على استقبال يعني مسؤول أمني سوري، مسؤول النظام السوري بوساطة روسية. يعني لوحظ أن المصادر عندما سربت للحياة هذه المعلومة قالت أن الوفد الروسي جاء في طائرة خاصة، والهدف هنا أن روسيا لم تقدم ضمانات معينة أو لم تكن راعيا لهذا اللقاء بقدر ما كانت شاهدا عليه فقط. هذه أعتقد أنه إيحاء أو مسألة رمزية مقصودة تماما كانت. العنصر الثاني أن تواصل اللقاءات الروسية السعودية يشير إلى أن الحوار يتجه يعني يأخذ مسارات أخرى، وكل ما نشهده الآن من حراك من جهود دبلوماسية يبدو أن بدأت خلف يعني الأبواب المغلقة تنتج شيئا فشيئا رؤية ما ربما أو مقترحات مبادرة. نعم، جديدة. هذا هو تفسير الأساسي للتسريبات في هذا الوقت بالتحديد، هذا هو التفسير لهذه الجهود الدبلوماسية الكبرى. قبل أسبوع التقى لافروف مع وزير الخارجية السعودي، الآن عادل الجبير يزور موسكو بعد يومين. لذلك يعني نحن أمام حراك في الواقع نشط جدا، وهناك توقعات في موسكو على الأقل بأن ينتج عنه شيء ما خلال الفترة الوجيزة خلال الأسابيع. طيب دكتور بشير، هل تعتبر زيارة علي مملوك للسعودية ضعفا للنظام؟ يعني كل المبادرات التي يتم الحديث عنها وكل الزيارات الخاطفة سواء إلى عمان، إلى مسقط، أو إلى السعودية، أو إلى روسيا، كلها لم تتعرض لمصير بشار الأسد. تتحدث عن سحب قوات أجنبية إيرانية أو حزب الله أو غيرها من سوريا، تتحدث عن إجراء انتخابات برلمانية، تتحدث حتى عن إجراء انتخابات أو تشكيل حكومة وحدة وطنية، لكن أي من هذه المبادرات أو الطروحات لم يتعرض بشكل مباشر لمصير بشار الأسد. ومن ثم أنا أعتبر أن كل هذا هو عبارة عن بالونات اختبار أو محاولات لجذب النبض من قبل إيران ومن قبل سوريا ومن قبل روسيا، وهو المعسكر المناهض للثورة السورية والمناهض للمملكة العربية السعودية وتركيا والمجتمع الدولي. هم يحاولون جذب نبض قوة معينة في الإقليم وأطراف إقليمية فاعلة داخل الأزمة السورية من خلال هذه المبادرات. يريدون أن يعرفوا سقف التنازلات أو سقف المفاوضات بالنسبة لهذه الأطراف، لكن يبدو أن ردات الفعل التي وصلت إلى الأطراف السورية والروسية والإيرانية أن هناك استعداد من قبل أطراف عربية وغير عربية ضالعة في الأزمة السورية للحوار والتفاهم وإيجاد مخرج سياسي للأزمة السورية بعيد عن أجواء التوتر والدماء الموجودة حاليا. نعم، وأن هناك استعداد أيضا للحديث في تسوية سياسية للأزمة السورية من دون تعرض مباشر على الأقل في المرحلة الحالية لمصير بشار الأسد.
نعم. طيب دكتور خالد، الآن السؤال الأهم، يعني هناك زيارة لوزير الخارجية السعودي الآن إلى موسكو، ربما كما تفضل ضيفي الأستاذ رائد يوم الثلاثاء المقبل، هناك أيضا ترتيبات لزيارة الملك السعودي أواخر هذا العام إلى موسكو، أيضا تأتي هذه التحركات الآن تدخل عمان على الخط، زيارة وليد المعلم إلى عمان وطهران، تحمل رسائل، جميع هذه الرسائل موجهة للسعودية، لكن السؤال الأهم بفرعيه بأنه لم يتم الحديث عن مصير بشار أسد كما تفضل ضيف الدكتور بشير عبد الفتاح، والسؤال الآخر وهو هل وضع بشار الأسد الآن لا يتم النقاش فيه؟ الآن الأهم هو إخلاء سوريا من الميليشيات الإيرانية الشيعية اللبنانية أيضا؟ أنا أعتقد أن أي حوار يكون المملكة العربية السعودية طرف فيه لا بد أن يشمل مصير بشار الأسد، لأنه هذا موقف أساسي لا تتنازل عنه المملكة العربية السعودية، وأسفرت هذه الضغوط السعودية عن تنازلات روسية وعن تغير في الموقف الأمريكي. احنا نسمع الآن الرئيس أوباما يقول أنه لا مكان لبشار الأسد في أي حلول قادمة، نسمع روسيا تقول أن بشار الأسد ليس خطا أحمر، ونسمع صمتا إيرانيا تجاه هذا. لم تعد إيران تقاوم هذه المقولات أو هذه الأخبار وترد عليها بأن بشار الأسد هو رقم صعب ولا يمكن التنازل عنه، وهذا يعني أنه ربما أن هناك أيضا تفكير داخل النظام في سوريا للتضحية ببشار الأسد، أو ربما وجد بشار الأسد أن أيامه أصبحت معدودة، والأفضل والأمن له ولعائلته الخروج إلى دولة كعمان والابتعاد عن المشهد طالما يستطيع أن يعيش ما تبقى له من يعني في حياته في نعيم ورغد. دكتور خالد، التي نهبها من الخزينة السورية. نعم، هل صحيح بأنه الحديث إذا تم مشاركة عمان بالحديث إذن هناك رسائل إيرانية؟ إيران تحاول من خلال عمان إيصال رسائلها إلى دول الخليج، وهذا يعني مسار ألفناه مؤخرا وآخره اليوم مع الحوثيين، هناك اجتماع يعني يجمعهم مع أطراف أخرى بحثا عن مع الأمم المتحدة بحثا عن حل. إيران هي عمان هي جنيف المنطقة، ولا نستبعد أن هناك رسائل سورية أيضا وإيرانية تحاول إيجاد مخرج، لكن الآن الدوحة دخلت على الخط أيضا، والاجتماع الأخير أيضا الذي جمع الوزير الأمريكي والوزير الروسي بالوزير السعودي ووزراء الخارجية كلها تشير إلى أن هناك حراكا متسارعا، ربما لأن أيام النظام أصبحت معدودة والجميع يخشى من سقوط مفاجئ قد يحول سوريا إلى ليبيا جديدة، ولا أحد في المنطقة يقبل بهذا الوضع، وإسرائيل نفسها تجد أن في ذلك خطرا عليها والدول الجوار، الجميع يجد أن هناك خطورة في أن تتحول سوريا إلى ليبيا جديدة. نعم، طيب أستاذ رائد، إذا كان الحديث في من الرئيس الأمريكي بأن لا مكان لبشار الأسد، الحديث تم في السعودية حسب التسريبات بأن روسيا تقول بأن بشار الأسد ليس خطا أحمر، عندما تم السؤال كانت الإجابة والنقاش بأنه مصير ما بعد بشار الأسد، لكن سمعنا هذا الحديث كثيرا سواء من الرئيس الأمريكي أو من روسيا، هل نصدق هذه المرة التصريح الروسي أم كسابقة؟ نعم، يعني أنا أيضا أميل الاعتقاد بأنه الموقف الروسي بات يميل أكثر للمرونة في هذا التعامل مع هذا الشأن. يعني موضوع مصير الأسد أعتقد أنه طرح في كل اللقاءات في الواقع، ليست صدفة أن تتحدث يعني الولايات المتحدة، أن يتحدث أردوغان عن تراجع روسي في هذا الشأن، أن تتحدث السعودية الآن عن تراجع روسي في هذا الشأن، أو يعني ميل إلى التراجع حتى على الأقل حتى الآن. يعني ليست صدفة أن كل الأطراف الإقليمية والدولية
شعرت بذلك من خلال محادثاتها مع الروس. روسيا الموقف المعلن كما نعرف ما زال يصر على أنه الأولوية لمكافحة الإرهاب، وأي تفاصيل أخرى تتعلق بمصير الأسد أو شكل بناء الحكومة الانتقالية وما إلى ذلك هي يجب أن تكون متروكة للحوار السوري. إنما الواضح من الجهود الدبلوماسية الأخيرة، الحراك النشط الذي يجري، أن موسكو بدأت تعد العدة لطرح أفكار جديدة، يعني منها على سبيل المثال نقل منتدى موسكو أو الحديث يعني عن احتمال نقل منتدى موسكو إلى جنيف لتوسيع حجم المشاركة فيه من جانب أطراف المعارضة السورية، إن كانت سياسية مثل الائتلاف مثلا أو عسكرية من الفاعلة على الأرض ميدانيا، لتوسيع المجال للمشاركة، لأنه إلى موسكو لن تحضر هذه الأطراف. من جانب آخر حديث عن أنه أي لقاء مقبل سوف يحظى برعاية مباشرة من جانب واشنطن وموسكو وديمستورا ستيفان ديمستورا المبعوث الدولي، وأن يتم هذا خلال الفترة القريبة القادمة خلال الأسابيع، يعني على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة تحضيرا لجنيف 3. إذن هناك فهم روسي بات بأنه طرح فكرة أولوية مكافحة الإرهاب ليس ممكنا من دون ربطه بمسار سياسي، والمسار السياسي يجب يعني على الأطراف كلها أن تتفق على رؤية على حل سياسي. بطبيعة الحال مصير الأسد، طبيعة وشكل الحكومة الانتقالية، طبيعة وشكل المرحلة الانتخابات التي ستؤدي يعني إلى تغييرات في سوريا، كل هذا يدخل في النقاشات الجارية حاليا. نعم. طيب دكتور بشير، الآن السؤال المطروح وخصوصا بعد التسريبات تحدثت بأنه تم النقاش عن ما بعد الأسد، طيب الآن هناك من يرى في هذا التحرك ربما يأتي تقارب سعودي روسي، خصوصا بعد هذه الزيارات، بعد ربما سيكون زيارة للملك السعودي. هناك من يتساءل سؤال مهم جدا، طيب ما هو الثمن الذي تقبل به روسيا حتى تتخلى عن بشار الأسد؟ أعتقد أن ملفات مفتوحة أستاذ عامر ما بين واشنطن موسكو لازالت يعني لديها رواتب دولة عظمى وملف المصالح والعلاقات متشابك بينها وبين واشنطن، على سبيل المثال ملف العقوبات الغربية على موسكو، الملف الأوكراني، ملف الطاقة، ملفات التجارة، ملفات عديدة جدا يمكن أن تتحصل فيها روسيا على ثمن ملائم للتخلي عن الأسد وإعادة توطيد العلاقات مع دول في المنطقة كمصر والسعودية على سبيل المثال لتعويض غياب الأسد نسبيا من المعادلة الروسية في المياه الدافئة وفي المنطقة. أضف إلى ذلك أن مسألة التخلي كليا عن الأسد وإن ألمحت بها روسيا، أنا أضم صوتي إلى صوتك باعتبارك صاحب رؤية شاقبة في هذا الموضوع. كم سمعنا من الأطراف الأمريكية والروسية وأطراف أخرى أن أيام الأسد معدودة، وها نحن الآن الثورة السورية تدخل عامها الخامس بعد أن أزهق الأسد أكثر من ربع مليون نفس سورية واستخدم أسلحة دمار شامل وعسف البلاد فسادا، ومع ذلك لا يزال باقيا ولا زال، ورغم أنه لا يسيطر إلا على 20% فقط من الأرض السورية، مسألة الإطاحة به هي مسألة معقدة ومسألة إنهاء وجوده في السلطة تتداخل فيها اعتبارات سياسية واستراتيجية ورؤية إسرائيلية واعتبارات أمنية. ومن ثم أنا لا أثق حتى هذه اللحظة في أي طروحات يمكن أن تتحدث عن تسوية للأزمة السورية من دون بشار الأسد في سيناريو مستقبلي. لذلك موسكو قد لا تفقد الأسد أو تضحي بالأسد كليا، وإنما قد تضغط عليه تبدي مرونة كما جرى بالأمس، يعني لم تستخدم الفيتو فيما يتصل بالقرار الخاص بالسلاح الكيماوي والبحث عن مستخدمي هذا السلاح وما إلى ذلك. يمكن أن تقدم تنازلات من هذا النوع لا ترقى إلى مستوى التخلي بشكل تام عن الأسد ما لم يتم الاتفاق على تعويضات محددة تتحصل عليها موسكو وضمانات محددة لمستقبل الأسد حتى ولو كان خارج سوريا. نعم. طيب دكتور خالد، بالمقابل الآن إذا كانت هناك صفقة روسية سعودية صح التعبير، هل السعودية قادر على إعطاء ضمانات لروسيا حول ما يتم الاتفاق عليه؟ الضمانات تأتي من الترتيبات التي يتفق عليها جميع الأطراف في اليوم التالي لخروج بشار الأسد. الفكرة هي أن يبقى النظام بدون أولئك الذين تلوثت أيديهم بالدماء، أن ينظف الجيش، يطهر من العناصر التي عليها يعني ما يثبت أنها تورطت في جرائم حرب، ثم على الأقل نحافظ على يعني هيكل النظام والجيش، وتتيح انتخابات قادمة تشرف عليها الأمم المتحدة
لوجوه جديدة، لوجوه من المعارضة أو حتى من النظام السابق التي يعني كما ذكرنا لم يكن لديها أي تورطات، لاستمرار هذا النظام ولعدم وجود فراغ تستغله المنظمات الإرهابية وتتحول المنطقة إلى غابة خطيرة أو تعرض لخطر التكسيم. أيضا نقطة مهمة وهي الحفاظ على الطائفة العلوية، لأن المشكلة هنا أنه إذا ترك الأمر لمنظمات متطرفة ربما يصير عمليات انتقام من هذه الطائفة لتورطها في الجرائم التي ارتكبت، جرائم الحرب التي ارتكبت ضد السنة وغيرها من الجاليات. يعني أعتقد أن أي نظام قادم سيحرص على حماية جميع الأقليات والطوائف من أي عمليات انتقام، وأن يكون هناك نوع من التسامح. طيب. نوع من المشاركة السياسية للجميع. شكرا لك دكتور خالد بطر في الكاتب محلل السياسة ضيفي من جدة. الشكر موصول لك أستاذ رائد جبر الكاتب محلل السياسة ضيفي من موسكو، كما أشكر دكتور بشير عبد الفتاح الكاتب بحث السياسي ضيفي عبر الهاتف من القاهرة. أذهب إلى فاصل.